بوشرت عملية تقليم الساعة في النخيل أو الجديرة كما تعرف على مستوى ولاية الجنوب، وذلك بنزع ساعة في النخلة اليابس تحضيرا لموسم جني التمور شهر أكتوبر 2020، تدبير يراهن عليه سكان ولاية الدرار لإنجاح موسم جني التمور وتحسين جودته، وأيضا للاستفادة من ساعة في النخيل الذي يلعب دورا محوريا في مختلف المصنعات التقليدية الهامة من أثاث وحاجيات تقليدية وأخرى خاصة بالزينة، حتى أنه يوظف في تسقيف البيوت وصنع مسدات الرمال. يجي في هذا الوقت، يجي وقت يعني تقطيع النخل، يعني يقطعوا النخل، يقلعوا منه الجريد، يقلعوا منه الكناف، يخففوا عن النخلة حتى يعني بالموسم القادم تعطي يعني غلة أكثر. يعني وفيه يعني هذا كذلك يحتاجوا هذيك الأمور التي يقطعونها، يعني هذاك الجريد وهذاك الكناف، يعني كنا في يستعملوه في التدفئة، في إشعال النار. هي النخلة المباركة التي يستفيد منها الإنسان والحيوان. يقطعوا التمر هذا، زين، هذا التمر يعني الأخير اللي يبقى في النخلة، وهو تمر ناشف وممكن يابس، وفيه التمر الذي يوجه يعني مباشرة، يعني غير صالح للاستهلاك الأدمي، مباشرة يوجه للماشية، يعني هذاك التمر يستعملوه في علف الماشية. هذا وقد قررت الحكومة الجزائرية جعل شعبة إنتاج التمور من الزراعات الاستراتيجية والتي تهدف من ورائها إلى تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي وضمان الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات خارج قطاع الهيدروكربونات.